تحية طيبة مشاهدينا في برنامج الصحافة اليومي وقراءة في أهم عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم مع إطلالة على أبرز ما شغل بال النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فأهلا بكم جميعا ونبدأ مع الصحف الجزائرية. نبدأ مع صحيفة الجزائر. بعد 10 أيام من النشاطات وتوافد الجمهور اختتام فعاليات صالون الجزائر الدولي للكتاب سيلا 2024، ونقرأ أيضا الجولة 6 من تصفيات كان 2025، الجزائر 5-1 خماسية احتفالية في مباراة تاريخية. ونقرأ في خبر جانبي، الاحتلال الصهيوني يرتكب 6 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة. ننتقل إلى صحيفة الخبر. وزير المالية العزيز فايد في مقابلة مع الخبر، 2025 مزيد من التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية، احتواء السوق الموازية ودعم القطاعات الحيوية، فتح أكثر من 19,000 منصب جديد في الصحة و 43,000 في التربية، نحو إدماج ماستر كارد وفيزا الدولية في المعاملات الإلكترونية. والخبر الرياضي الأبرز، لأول مرة بملعب حسين أيت أحمد بتيزي وزو مسك ختام تصفيات كان 2025. أما عن أخبار البرلمان، الأحزاب تستعد للاستحقاق البرلماني في صمت نحو إرجاء التجديد النصفي لمجلس الأمة. ننتقل إلى صحيفة النصر. حسب تقديرات منظمي التظاهرة، تسجيل 4.3 مليون زائر لصالون الجزائر الدولي للكتاب. ونقرأ أيضا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لإنهاء الندرة، إنشاء 3 مجموعات عمل لمراقبة توفر الأدوية. ورياضيا، فازوا بخماسية على ليبيريا، الخضر ينهون تصفيات الكان باستعراض في تيزي وزو. بالنسبة للأخبار الحقوقية، نقرأ في منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن شعاع تستنكر تقاعس حكومتي فرنسا والجزائر في التعاون مع هيئات أممية بشأن التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر بين عامي 1960 و1966، وتعبر عن استيائها من عدم تحمل فرنسا لمسؤوليتها كاملة تجاه بقايا تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية. وتعرب المنظمة عن أسفها اتجاه تناقض الحكومة الجزائرية في معالجة آثار التجارب النووية بين التصريحات الإعلامية الموجهة للجمهور وما يحدث في الواقع، وتطالب المنظمة الحكومتين الفرنسية والجزائرية بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة في ملف التجارب النووية بالصحراء، وتحملها مسؤولية معالجة الكارثة المستمرة الناجمة عن تلك التجارب. أما الآن ننتقل مشاهدينا إلى فقرة مقاطع. في برنامج حقوق وحريات تحدث علي رحماني نجل السجين محفوظ رحماني عن زيارته لوالده، حيث قال في بداية الإضراب وقد أعلمني بذلك احتجاجا على تواصل احتجازهم دون توجيه تهم ودون وجه حق، وقد عاينت تدهور حالة والدي الصحية نتيجة الإضراب عن الطعام. كما وأكد علي أكد أن والده قال له أنه سوف يواصل هذا التحرك حتى الحصول على مطالب السجناء معتقلي الرأي. نتابع. لقد وجدنا الوالد في صحته متدهورة، وذلك ناجم عن الإضراب أكثر من 10 أيام ولا بدون كلام. ويعني أنا شخصيا لما سألت الوالد وجدته يعني في حالة صحية متدهورة. قال لي عندما تراني أنا، قال لي اسأل نفسك كيف حال الشيوخ الآخرين الذين هم أكبر سنا منهم ويعانون من أمراض أكثر منهم. الرسالة لا أستطيع أن أبعث بها، إذا كان هناك أي نية في أي زمن أن نخرج بسل بحل توافقي، ولا يجب أن أكون نقف مع بعضنا قاعد كما رانا، يعني نهضر شوية بالدرجة، يجب أن نكون قاعد واقفين مع بعضنا. نعم.
لأنه كأنه طريقنا واحد، لأنه هذا الطريق كله، لأن هذا يتكلم عن الحريات وأنت تتكلم عن حريتك والآخر يتكلم عن حريته، فيجب علينا أن نكون متضامنين مع بعضنا البعض على الأقل. طيب وللسلطة، ماذا تقول والسلطة للسلطة؟ سهل. نطلب لهم الهداية. فأبسط مثال، شيوخ مثل هذو أفنوا حياتهم كلهم في خدمة الجزائر وفي خدمة أوطانهم، عيب وعيب وعار أن يعاملوا بهذه المعاملة، عيب كبير، لأنه مدة 13 شهر أو أكثر بدون محاكمة، عيب كبير أنا في نظري، نظرا لعمرهم وأمراضهم وتاريخهم الحافل الذي يعرفون الذي تعرفه السلطة قبل الشعب. لقد لا بد من التذكير أن الإضراب عن الطعام يعني يتواصل لليوم 13 على التوالي، على أمل أن يتحرك هذا الملف بأقرب وقت ممكن. ننتقل الآن إلى فوز المنتخب الجزائري، حيث تغلب على ضيفه الليبيري وألحق به خسارة قاسية بخمسة أهداف مقابل هدف أمس الأحد على ملعب حسين أيت أحمد بتيزي وزو في الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025. نتابع. نبارك للمنتخب الجزائري هذا الفوز المستحق. أما الآن ننتقل إلى تدوينات التي تنوعت بين قضية معتقلي الرأي والإضراب عن الطعام والهجرة غير الشرعية والأزمة الاقتصادية. الأستاذ يوسف بوشريم دون، قال: مؤشرات المخاطر العالمية في تصاعد غير مسبوق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع العلم أن الفرص النادرة تصطاد من عمق المخاطر حيث يصطادها القائد المحنك، والقائد المحنك هو الذي يقود بهيبته لا بقوته. ننتقل إلى السيد سليم بن خدة الذي كتب: يعيش العالم اليوم في حالة انفتاح غير مسبوق، حيث أصبح فضاء التواصل الاجتماعي يملأ الفراغ ويصوغ الرأي العام ويؤثر على الأذواق والرغبات، بل ويساهم في تشكيل قيم جديدة، والشباب هم الأكثر تأثرا وتعرضا للتغيرات. فإن لم نكن واعين لهذا الواقع قد نخسر فرص التأثير الإيجابي على الأجيال القادمة. أما المحامي عبد الغني بادي كتب فيما يخص المساجين السياسيين المضربين عن الطعام والتي أثارت قضيتهم ضجة كبيرة، دون قائلا: إن اطلاع الرأي العام عن سجناء في حالة إضراب عن الطعام واجب مهني وأخلاقي وإنساني، وأنه من صميم مهام الدفاع المخول له دستوريا، لا سيما المادتين 175 و 176. أما السيدة نسيمة صوالح فكتبت: بين من يتلقى تهمة المؤامرة ومن يهرب إلى الضفة الأخرى في بوط المغامرة، يضيع مستقبل الشباب في المنتصرة، في إشارة إلى الهجرة غير النظامية المستمرة إلى شواطئ أوروبا. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى الصحف المغربية وقراءة في أهم عناوينها مع الزميل نبيل عبد اللاوي.
تحية طيبة. عرض موجز لأبرز عناوين بعض الصحف المغاربية، بداية من موريتانيا وصحيفة أنباء إنفو. مسلحون يقتحمون مطعما في جوار السفارة الأمريكية وسط نواكشوط. فقد كثفت الأجهزة الأمنية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بحثها عن مجموعة مسلحة بأسلحة بيضاء اقتحموا منتصف ليل البارحة السبت الأحد واجهة مطعم روتانا الواقع بالحي المجاور لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء في فيديو صوره أحد الشهود حصل موقع أنباء إنفو على نسخة منها أن المهاجمين وصلوا إلى المطعم على دراجات نارية وقاموا فور دخولهم محيط المطعم بتهديد النزلاء بالسلاح وأصابوا بعضهم بجراح نقلوا على إثرها إلى المستشفى. وذكر الشاهد أن المهاجمين ركبوا دراجاتهم بعد انتهاء العملية ولادوا بالفرار قبل وصول الشرطة. مغاربيان، رئيس موريتانيا يجدد لملك المغرب حرص بلاده على مواصلة وتطوير وتعزيز التعاون بين بلديهما. فقد جدد رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني تأكيد حرص بلاده على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقة التعاون القائمة بين بلديهما خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين الموريتاني والمغربي. ذلك ما تضمنته برقية تهنئة بعث بها اليوم الرئيس ولد الشيخ الغزواني إلى الملك المغربي محمد السادس بمناسبة عيد الاستقلال المغربي الذي يصادف اليوم 18 من نوفمبر. إلى المغرب وصحيفة اليوم 24. بالمناسبة فالصحف المغربية الورقية اختفت اليوم وذلك لمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال. نقابة سيديتي ترفض مشروع إدماج كنوبس لأنه يخدم مصالح لوبيات تسعى إلى الاستفادة من القطاع الصحي. فقد رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشدة مشروع القانون المتعلق أو المشروع القانون رقم 2354 معتبرة إياه هجوما مباشرا على مكتسبات الشغيلة المغربية. وأكدت النقابة أن هذا المشروع الذي يهدف إلى نقل أنظمة التأمين الإجباري على المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاسنساس يشكل تهديدا حقيقيا للمنظومة الحالية للتأمين الصحي وضربا لشعار الدولة الاجتماعية وفق بيانها. وحقوقيون مغاربة يستنكرون استمرار تعليق رواتب 18 أستاذا رغم الأحكام القضائية القاضية بدفع رواتبهم. نتحول إلى تونس وصحيفة الشروق. القرية الحرفية بحي هلال برارك زنك بمليار والحرفيات بائسات ونساء الفلاحة مآسي الحقول في انتظار الحلول. فيما الأرقام المتعلقة بعددهن تختلف من إحصائية إلى أخرى يبقى وضع العاملات الفلاحية في تونس من أسوأ الأوضاع بالنسبة للطبقة الشغيلة في البلاد ويبقى الحل لهذه المعضلة سياسيا بامتياز. رياضيا، تعنون الشروق زبير بي للصحيفة النجم سيتجاوز أزمته قريبا. وهذه الليلة المنتخب الأول التونسي لكرة القدم أمام غامبيا المنتخب لحسم الصدارة. إلى صحيفة المغرب، في ظل تواتر نقص المنتجات الفلاحية من السوق أصل الأزمة الاحتكار أم اهتراء منظومات الإنتاج والتخزين. وفي ذات السياق، حجز حوالي 6000 كيلوغرام من الدجاج و 3000 كيلوغرام من البطاطا خارج مسالك التوزيع. والعقوبات البديلة في تونس بين النص التشريعي وصعوبات التطبيق. والجمعيات في تونس بين قرار تجميد أموالها والحل بصفة تلقائية. قائمة الجمعيات المنحلة شملت 479 جمعية. وقريبا أيام قرطاج المسرحية 2024 عرض من الصين، عين على سوريا، انفتاح على مسرح الإدماج. ختاما من ليبيا وصحيفة المرصد، قوانين المصالحة بلا إرادة قد تبقى حبرا على ورق. هذا ما اعتبره المرشح الرئاسي عبد الرحيم البرقي. وأبو زريبة يؤكد أهمية الأمن لضمان نجاح العملية الانتخابية في جولة تفقدية بالمليطانية. وبالمناسبة فأبو زريبة هو وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية. وانتخاب المجالس البلدية في ليبيا إشادات بالنجاح ودعاوة لاستكمال الاستحقاقات الوطنية. وداخلية الدبيبة تقول نجاح انتخابات المجالس البلدية في 58 بلدية دون خروقات.
إلى صحيفة الوسط، تقرير أمريكي يقول روسيا تستخدم ليبيا لإمداد المجالس العسكرية في الساحل بالأسلحة ثم تسربت لنيجيريا. فقد زعم تقرير أمريكي بأن روسيا تستخدم ليبيا لإمداد المجالس العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بالأسلحة، والتي تغذي بدورها نشاط الإرهابيين في شمال نيجيريا، مشيرا إلى استغلالهم عدم الاستقرار في الساحل الأفريقي لإغراق المنطقة بها. وسلطت مجلة منبر الدفاع الأفريقي التابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم في تقرير لها الضوء على تأثيرات الأسلحة المتسربة من ليبيا على أمن نيجيريا. ومحليا في ليبيا، مجلس النواب يطلق ملتقى المصالحة الوطنية في البلاد. ختام هذه الجولة المغاربية. شكراً للزميل نبيل، وننتقل الآن إلى الزميل شعبان قاسي وقراءة في أبرز ما اختاره لنا من الصحف الفرنسية والناطقة بها. أهلاً وسهلاً زميل شعبان، تفضل. أهلاً وسهلاً، السلام عليكم أزول فلوان، بونجور أتوس. السلام عليكم أستاذ وجدان. On va commencer par le point. Vous le savez maintenant, depuis plusieurs semaines en Algérie, les étudiants sont en colère. Vous le voyez sur ce titre, Algérie, la colère des étudiants en médecine, dénonçant leurs conditions de formation et les entraves à étudier et travailler à l'étranger. Vous l'avez compris, malgré qu'il y ait un manque de moyens, de formation, d'infrastructures, eh bien, les étudiants font face aujourd'hui à des entraves à étudier, c'est-à-dire que le pouvoir algérien met tout en place pour que ces étudiants, ces professionnels ne puissent pas notamment aller s'épanouir à l'étranger, puisque malheureusement, eh bien, les professionnels de la santé sont contraints d'aller étudier, voire soigner les citoyens du monde. Voilà, des étudiants qui sont donc en grève maintenant depuis le 19 octobre dernier, ça fait plusieurs semaines. On y reviendra d'ailleurs dans le cadre de nos éditions ce soir, plus d'un mois, donc des étudiants en colère, des manifestations, vous le savez, en Algérie, dans la rue, qui sont interdites. Donc les étudiants en médecine sont malheureusement contenés, à rester aux alentours de leur fac, mais ils aimeraient bien prendre les rues d'Alger comme ils l'ont fait dans le cadre du Hirak. Mais vous le savez, pour des raisons de répression, le pouvoir algérien a interdit toute manifestation. Voilà, ils revendiquent une colère pour l'augmentation de postes de résidents, le nombre de centres de formation dans les hôpitaux publics et universitaires importants pour la formation, une stratégie d'emploi avec le ministère de la Santé qui reste aujourd'hui très silencieux face à la crise du chômage des médecins. Il manque énormément de médecins en Algérie, un nombre donc plus important de postes, et puis l'amélioration des conditions de formation, et puis cette polémique autour de Ahmed Dabahi, pharmacien, qui serait actuellement enlevé. On y revient bien sûr dans le cadre de nos éditions ce soir, et puis aussi on évoquera les militants détenus d'opinion du FIS qui sont aujourd'hui en grève de la faim depuis plusieurs semaines. RFI qui revient sur les libertés aussi en Tunisie, arrestation de plusieurs membres d'une ONG d'aide aux migrants, fondateur de l'association Les Enfants de la Lune, une organisation donc qui vient en aide aux migrants en Médénine, précisément dans le sud du pays. Son fondateur Abdallah El Saïd a été arrêté, plusieurs membres aussi de son équipe a été transféré au pôle antiterroriste. Plusieurs donc parlent d'un signal dangereux, car c'est la première fois que les autorités l'utilisent, ce décret antiterroriste, pour des associations spécialisées dans l'aide humanitaire et dans l'aide migratoire. Faut le savoir aussi, proche du pouvoir que le journal La Presse indique qu'entre 2019 et 2023, cette association aurait reçu apparemment des fonds d'étrangers. Vous l'avez compris, ces accusations font de l'étranger, font aussi parler énormément d'eux au Maghreb et en Afrique pour incarcérer les personnes, notamment les détenus d'opinion ou les aides humanitaires, donc font de l'étranger pour aider des migrants subsahariens à entraver illégalement sur le sol tunisien. Voilà ce que dit le quotidien. Donc la presse proche du pouvoir, et puis selon l'essayiste Atem Naftfi, qui vient de sortir un livre, notre ami Qaïs Saïd, aux éditions Rive-Neuve, eh bien, il dit clairement que depuis des mois, il recevait des visites concernant Abdallah El Saïd. Il était en danger, il recevait des visites, intimidé par la police. D'autres dirigeants, je vous le disais aussi, sont aujourd'hui incarcérés. Et comme ils sont incarcérés depuis des mois, sans avoir été jugés, que l'instruction de leur dossier dure très
longtemps et que la justice n'est plus du tout indépendante aussi en Tunisie. Alors on sait combien Kais Saïd et notamment Abdelmadjid Tebboune sont très proches, nous dit donc cet essayiste. Je ne suis pas très optimiste pour ce président d'association. Il est un bouc émissaire idéal. Voilà, on rappelle aussi que cet essayiste nous parle d'une nouvelle vague de répression plus dure. Il s'agit d'un message pour tous les acteurs qui travaillent dans la solidarité. Et puis on revient notamment sur ce magnifique match. Aïssa Amandi donc devient le joueur le plus capé, qui a le plus de sélections en équipe algérienne, histoire de l'équipe d'Algérie. Il a inauguré notamment avec l'équipe des Fenech, l'équipe nationale, hier le terrain et la pelouse du terrain à Tizi Ouzou Hussein Aït Ahmed. Donc un score face au Liberia, 5-1. Le défenseur, vous l'avez compris, Lillois, est entré donc dans les annates. Mandi à la 22e pour l'Algérie, Mahrez à la 30e, Bounedjah à la 65e, Gouiri 74, Amoura 94 minutes. Dans les prolongations, vous l'avez compris, avec une petite frayeur tout de même. C'est le Liberia qui a ouvert le score avec Doué à la 6e minute. Voilà pour aujourd'hui. On parlera ce soir donc des étudiants en médecine, des détenus d'opinion du fils qui sont en grève de la faim, et puis un gros dossier qui perdure maintenant depuis 1962, la corruption en Algérie. Voilà, cher Wajdan, bonne journée. شكرا شعبان. أما الآن مشاهدينا فنبقى مع بعض الرسوم الكاريكاتيرية إلى الملتقى في أمان الله.